自転車で出会って、すごい強いまで。قبل ما نبدا قبل ما نحكي على المدينه الاخرى نحب رسمي نشكر البروفيت اللي تعاملت مع كل الباهي بخير وسيرتو مسيو كريم على خاطر تعطيك فاز في التصور معناها عبد في الباك برون يوصل يبدا جايب 9 في المات و10 في الفيزيك و13 في السيونس رسمي نوتيت تبدا من تعب مش باش توصلك معناها الحاجة اللي تحبها سكتو انك تخدم اكثر على لي ماتير اللي ما فيزيك سيونس حاسيت دونك تزيد ندخل وقتها نقرا ايتيود على الانسيون كبير نكمل يحش في سكولات معناها فيزيك كل واحد يدبر يخمم ينتحر اما لا وقتها لوحت وبعثني ميساج مسيو وقال لي قال لي لا راك معناها نعرفك شنو تنجم تعمل وكذا برسمي ليك كنت كنت بداية الريمونتاد حسيت باهي شنو اخر اي باش نعطيكم روحي كوم موفيز اكزومبل معناها حاولوا تخدموا بريتم يمشي ويطلع معناها كي تبدا من الاول ما تكبسش روحك من الاول باد وكذا الكل توصل بعد تتعب في جانفي في فيفري ترخ وقت اللي هي هذيك معناها سيونس ولا اصعب المات ولا اصعب فيزيك ولا اصعب مش نتاع انك ترخ وقتها ديما حاول ديما تطلع في النيفو باش كما توصل لزباك كان ما انك سي بون حاضر في الريتم حاضر في كل شيء واضح بالنسبة لفاكولتي دو ميديسين دونتير اسسها الحبيب بورقيبة عام 75 في تونس نقولوا فاكولتي دو ميديسين دونتير فاكولتي دو دونتولوجي تخرج دي شيرجيان ديال دونتيست معناها يقرا كان على الدونتير الفاكولتي دو ميديسين دونتير تخرج دي ميديسان دونتيست هذيا حاربوا عليها معناها الاسلاف نتاعنا باش يوصلوا لها دخلوا فوندامونتال في القرايه نتاعنا نقراو هيستو اناتومي فيزيو يحكوا فيهم بكري يجمعوا ينقلوا الكل دونك في البريمير سيز زيد يحكي لهم عليه اي بالنسبة للعيشة في كستير كما قال لكم حسام راهي مستير بلاد صغيرة على الاخر وريفاكولتي كل قراب لبعضهم ومعناها كل شيء يجلس لبعضه فهمت معناها تنجم تحوسها الكل في فرانك كورس جوك بيك حسيت اول حاجه يسالني على عبد كي قبل ما يبدا يقرا باش يدخل يقرا في الفاكولتي شنو هو الرون شنو كيفاش لازم يوصل كيفاش لازم نقرا شنو هي اول عام كيفاش باش يكون انتيغراسيون في الفنون دونك لو اي شيء نحكي لكم شويه مرحبا بكم الناس الكل جو بريزونت الساعه مي في لو اي ايتيديون دوزيام اني ميتين دونتير في مستير حبيت من الاول نكمل على الكلام الجديد الحق مستير راهي بلاصه مزيانه على الاخر صغيره معناها صحيح انتم مش داخل في اي فاكهه باش تمشوا لها مدسين دونتي فارماسي اما راكم مش تعيشوا معناها راكم عباد باش تخرجوا باش تدوروا في العشرينات نتاعكم معناها اهم بريود في حياتكم لازمكم تتفرحوا شوي سوسه قريبه ب 2500 في المول بالحق مزيانه بلاصه ما فيهاش مشاكل ما فيهاش بركاسات تحفونا المسير صغيرة كم شخص مفيرة قريب كم شخص تدرس دورة قريب كم شخص تدرس دارة هي رخيصة فأنا بقول لك تونس مجلس قريب معناها بالحق دونك راح نعيش في المسير محلاة توا باش نحكي لكم انتم معناها عاد شنو يخليك يمشي للمدسين دونتير معناها اول حاجة لازم تنجم تكون عندك من الاول سكيلز كونوا موجودين فيك انت تنجم تجيب دونتير برشا في العام الاول في دونتير نخدموا برشا رسم برشا نحن برشا معناها سمونة كيف تعملوا دونك اذا كان انت تكون من الاول مغروم بالرسم مغروم بك تبقى تشكيلية مش كثير مهارات مهارات اليدوية معناها بالحق راح مش تتألق في الدونتير معناها وزاد راك تنجم تتعلمها مش لازم تكون من الاول انت
الزينيف الكاتيدي كل ما تنزل تتعلم بيه مش هديك حاجة أخرى الرام معناها الرام بتاع الرتبة بتاعك حسب السكور بتاعك في البار مش هتكون فورمير مش تحسبوا بيها السكور بتاعك اللي معناها فيها أكثر حاجة هي السيونس والماك الفيزيك معناها اللي يكون سنة داخل في البار أما زادة اللي ماتيام الصغيرة والحق أنصحكم ما تحضرهم مش هتكون يحسوا في الرتبة الجديدة ويزوروا في السكور بيه الرام اخر رام دي معناها عام 2020 في الخلف بتاع الدكتور هو 859 وزين لما وقت الرام بتاعك اقل من 950 اقل من الالف فرق مش الدفعه الخاصه يا اما في الميديسين يا اما في الفارماسيا يا اما في الكونتين بيه مش هحكي لكم على العوامل الدوليه اللي هم خميسي في الكونتين اللي هم عام بريميرانيا وعام بريميرانيا بلاقي خمس احسن حاجه كان واحد عنده تسجيل خايف في تليفونه يسالنا بعد خاطر بحبكم تحكوا معنا تستفيدوا اكثر احبكم شو تسالوكم وانتم مساكتين. باهي العوامل الدوليه كما قلت زياد انا تشرح توظيفنا كما الميديسين معناها نفس المسيا غير جوز خاطر معناها دونتيست راهو طبيب ابي دور او معناها ما بس جوز نعرف اي حاجه المهم راهو طبيب لازم يعرف كل شيء تجي تعبر عنده اي مرض لازم تعرف وين يوجهه مش جوز تخصصيه ناحيه مخصوصه او بس او هاو باهي نشتغل في البريميرا مان نحن السيستم تاعنا ماتيريال معناها كيما المستير مستير مخصوصه كيما المتين مستير مخصوصه راح نستعمل كيما في الليسي يعني ماتيريال عاديين عندكم عقود وتي بي وتي دي بي باش نبدا بالليل تي بي تطلبوا من الصباح لازم تبدا تحضر اوبيريتورمون عندكم ليز ابسونس واذا كان فوت نمبر معين تاع الابسونس تاع الاوبيريتور تحكي لكم بعد شويه معناها تي دي بي اللي هما تصلحوا دي سي دي في ماتيريال معينين شو تصرف سيريات عاديين معناها سيريات وكاو والعشية تاعت الكور اللي هو موسم ديكاتوار لازم تمشي تشوف وين الكور اللي فيك وين الكور اللي ما فيكش عندك الكور بتاعك في الدار الواحد يمشي يلوج عن الكور بتاعه ويمشي حد يقرا باهي دي دي بي هما برشا باش نحكيكم على اهم دي دي بي في البريمير امين بي او دي بي اسمه مورفولوجي ودي بي اسمه اناتومي بين مورفولوجي هي وسيميتي اناتومي دونك معناها باش تعلموا كيفاش توصفوا السموم معناها كل حاجه كل حفره كل كونفكسيتي كل كونكافيتي في السنه لازمكم تعرفوها ولازمكم تعملوها بالصابون معناها باش تدخل السنه بالصابون ديمونسيون اكبر فوق الواب والاناتومي هي الوصف بتاع الاعضاء بتاع الجسم باش تعرف التشريح في أستيولوجي هي أول حاجة لازم تتركوا بيها العظام اللي في البدن مش تعرفوه أما لك فريق مش تعرفوا مجلوب أنا معناها أنا في أستيولوجي جنرال هي العظام الكل بتاع البدن وبعد مش تركزوا على الكلام الفاسي اللي هو الرأس اللي هي أكثر حاجة نستعملوها في البونتير لازم تعرفوها واللي هي باش يعملوا عليها في الجسم هني باش تقروا أنا في فيه فاسكولاريزاسيون إنيرفاسيون إيميوسفيل باش تقريبا باش نحكيكم على الماتيريال اللي بيستخدموهم في الاستعمار في البريمير امين بس باش نقول لكم نعرف اللي انتم يحكوا لكم كان فيو وريال انجليش شنو هي ما فهم حد شيء باش نحكيكم بس نقول لكم يا ماتيريال وكهو انا في جنرال انا في دونتير بيو ستاتيستيك بيولوجي سيلولير انفورماتيك بريفونسيون بيو فيزيك شيمي ريستو نعرف اللي انتم لو لاحظتوا لي نحن ما نقولوش مثلا فيزيك شيمي حكيت ديما قبلها بيو بيو اللي هو فيزيكس معناها نقصد بيه حاجه حاليه معناها الأول باش تبدا تقرا ماتيريال في الكتاب اللي هما لازم تطبقها في الدنيا أي حاجة هذا تطبق في الفيزيك مثلا الميكانيك الفلويد اللي هو كيفاش كيفاش السوائل تمشي معناها ما كنتش باش تعرفوها هكاك من بعيد معناها باش تقرا على السوائل كيفاش تمشي معناها باش تعرف تطبقها في الدم اللي في الدم باش تعرفوا برشا حكايات اخرين معناها يفيدوكم في الكارير نتاعك البريمير هي خاطر ربي باش تحسوها صغيرة شوية في الدونتير خاطر الأكثرية أنت عبيت بجيل الدونتير ما جيتش بالشوان في أحد تحب ولا تأكدو برش عبيت بجيل ما عين مش بس جيل الدونتير جيت جيت خاطر تحت غادي مش نسي روحت ماكس موتيفي القراية صعيبة شوي ماكس مش تدخل في الجو في زحيزة دونك الحق أنصحك مراكو العام دول سعر صعيب أما بعد راهو تستعمل برش حكايات تشهيك معناها جديد معناها في القراية في الفي اس سي دي تاعك معناها مش رسمي مش تولوا محلاها تحبوا قرايتكم ونصحكم لو اي حاجه تحبوا تمشوها بالله اذا تمشي واحد يقول لكم مره امشوا مرسي مره امشوا فرنسي مره امشوا تحب تمشي اي حاجه تمشي يعني عندنا اكزامبل واحد دخل معايا تحب يقرا سبور مش يقرا سبور عارف ما يمشيش
كان ثلاثة. أنا يعني كان تقرأ امشي بين أنا قبل لكم اللي أنتوا بزي ما زين حتى طلعت عليكم شوي. أبار إن نقرأ الماتيريال اللي يقرأه من السين كل ما تروحوا ما من السين على الماتيريال اللي بعد لازم أعرف أي متى. نقرأ بعدين بزيد زي مش بس أقرأ حاجات الناس بس الماتيريال بزيد سيرتين داعي عليها. نحن نفهم أكثر منهم في التبيت وياه معناها نمشي نجربوا أرتيكولا اللي هو ماتيريال بس صعب هو على سين زين في سي في بيا أو سي حكايات لما تمشوا تخدموا يد عندكم في التبيت كما تعرفوا تيس وتبدو تخدموا في حكاية تخدموا السنة نحو الفوسات لكن الحكاية اللي يخدمهم أي نوتيس بس بتمشي يكي بس يعمل هم لابد أن تخدم فيها بدو زي معنية بالحق تحس روحك رك طيارة سيبوها ولا تخبيب محلات كل شيء بالحق كأبيك وقتها تبدو تحس روحك اللي انت سيبوها وتخلت في الجو وما عادش ما شوش تدخل وكهو وتعم بها حد شيء زي طريق بتاع وبالحق طلعي نوتير محلات كل عدد ما تمشي عدد ما تحبها وده مش عادي كان مزيكي بس يحكي كل ما تزين سين بزي أصلا شوي ويحكي كل ما حكيت خير من عمله. وصلنا للأسبوع تاع تزين وين دخلنا الماتيريال دو سبيسياليتي اللي هم مش يكبروا معاكم حتى للأخرة معناها وسي تبقى تقرأ حتى الكم كيف 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 هي كذا مع شوية أخذ ولد معناها مرة سمعت تقرأ سمعت ما تقرأش سيدير. بالنسبة لعام تروزيان مش نكملوا في تي بي وكور معناها وتي دي بيان سور نفس السيستم. اما شنو تبدل كنا نقراو الكور الصباح معناها تولي تقرا العشية وتي بي الصباح مش يفرجونا في الاول تواج معناها باش نخدموا عليه. حسيت كيما قال لكم الخدمة على دي فونتوم راس معناها تاع راس بلاستيك تحط فيه الفرازات الفوم هذا تخدم عليه بالراس معناها سيمولاسيون صحيح انك تخدم بوزيسيون دو ترافاي كل شيء صحيح. عسير نكملوا نخدموا التروزيام هذايا نتاعنا بتصعب القرايه اكثر تدخل سبيسياليتي 100% خاصه اناتومي جينيرال معناها فيزيولوجي جينيرال اكسيتيرا تولي تقرا فيزيو على الفوم معناها اكسيتيرا باهي ولا كونتيتي كبيره برشا حقيقه على التروزيام تولي تعدي تسعة زمانات في 12 يوم فما نوسيون تاع بون عادش تولي موجود تولي تعدي كل يوم اللي هي تاع برشا في الاسلام في الاسلام. بالنسبة للكاتريام هي نقطة التحول في الطريق ستاج الوحش في القراية ولا اما خلينا في القراية اول كونتاكت باش يصير لك مع دي باسيون صحاب باش تدخل للكلينيك نونتير اللي هو موجود ديجا في الفاك تاعك باش تقسموا بار جروب معناها تخدم مره براتيسيان مره اسيستون باش تشوف عباد تعرف عباد تحكي مع عباد تعمل اوبسيرفاسيون ساعات تعمل انترفونسيون اذا كان لازم تبدا تتعلم وقتها بالرسم لازم باش تربط اللي خدمته على الفوتون وعلى البلاد وعلى الصابون الحاجات هذيك الكل اللي شفتها معناها على الحاجات الجماد باش تطبقها على عبد حالي فهمت. بالنسبة للقراية كاتريام هذيك كما قلت لكم سالا ستاج الوحش معناها هذيك عام صعيب برشا عبد عنده كلينيكات ملتزم بهم لازم يفاليديهم الكل وعنده كور كونتيتي كبيرة برشا لازم ايش عليكم هذيك قلت في الوقت هذا ساهل معناها. بالنسبة للسانكيام باش نكملوا في الكلينيكات اللي بديناهم في الكاتريام ومعناتها زاد عليها ومع الكلينيك الاخرين اما بالمره هذه باش تولي عندك اكثر ثقه في روحك باش تولي معناها بلوز او موان ماخذ بزمام الامور كيفاش معناها باش تولي عندك اي باسيون تاعي باش تولي بزمام معناها فهمت باسيون تاعي عندي نروح نكلمو الو تجي كذا معناها نعمل معاه ريلاسيون ديريكت برشا باسيون يوصلوا حتى يحبوا يعطوا فلوس معناها لي زيتيون يجيبوا لهم مورد الماكل برشا حاجات جاوبت بالنسبة للإكزامينات كيما في أحكي مثلا في اسم الخدمة ما كنتكمش باش نعرف على الفرق تاعنا معناها عندنا ديما في سويست في علم معناها نحن العام قص دوس ناس معناها سبيشال معناها سبيشال مو دوس ناس باش عندنا ديما في سينس في علم معناها تعطيهم في اخر السيمستر ما عندناش كيف كونترول سيرتيز جوست اكزام واحد فما دي ماتيغ انيوال تعطيهم هي في اخر العام اكزام واحد ثم دو سيسيون معناها باش تعطيهم هي في سيسيون في الاس 1 وفي الاس 2 سيسيون الاولى اسمها سيسيون برانسيبال
قعدوا لي ماتير بتاعته الكل، تمت لي ماتير على 20، ماتير على 20، ماتير على 40. اسمك في الماتير هذا الكل بتجي فيهم حاجه اسمها رد اليمين الكل، رد اليمين الكل مش هيك تحسبها، على كل 10 حوالين تجيب 3، معناها 20 زميلك تجيب 6، 30 9، 40 زميلك تجيب 12، هذا باش معناها الماتير بتاعك ما تحش فيها الكونترول، ولازمك المويان بتاعك في الاخر كلها تجيب في 10، ما تحش نفس الريزونس. إذا كان أنت نقوله ضغطي ماتير معناها جبت في ماتير على 30 جبت في أقل من 9 تاخذ الماتير هذيك كنترول وحدها تعدى نفس السون كنترول مش تعاود تكزامات مش تعاود تكزامات عندي معناها هذاك اللي يخش في كنترول وإذا كان ضغط في الموين تاعك نفس الفيزونس عندك الحق تعاود الماتير اللي تحب عليهم باش تهز النوت تاعك توصل أكثر من 10 زون تاعك الكل وجبت أعطيك حاجة صغيرة ندرسها على الجهاز راهو ديما نعرفش يقول في الكونتير اللي راك تربح أعوانات معناها كأنك تجاه تقرا في السبيسياليتي نتاعك بلا يسخر يقرا ميديسين من بعد يعمل سبيسياليتي نحن نتعلم بعض الوقت لأن وصلنا لأي باسيون نتاعي والد بعد نكملوا سانكيم اي توضيح سانكيم راهو اكثر عام يتحس في الكنترول معناها هذايا باش يكونوا متفاهمين ثم بروف في البلادين اللي يحب الكل يتيحوا ثم عام 2% ليش هو أما شنو هو بعد 100% ينشقوا بقدرة الطالب على 100% ينشقوا 5 كيم يوفى عام 5 كيم أني تدخل تولي ميديسان دونتيست انتر دون لي زوبيتو دو تونس مع تونسي عندك مثلا فيه العام فيه 12 شهر مقسوم على 2 بعد يشتروا في CHU تخدم في سيرفيس أوسبيتال أونيفرسيتير تختار شنو سيرفيس تخدم على لوحة 6 شهور وعندك اشترى فيه وترجع تخدم في كلينيك دونتير بعد تكمل تولي ميديسان دونتيست أون انستونس دو تيز تستنى تحضر تيز بتاعك يمكن ليك بروف من بروفيت في القاروك معناها ولا حتى اللي هو كذلك في الكلينيك بعد تعمل التيز بتاعك وتتخرج تمشي تخمم تحت كابيني ولا اي باي باي تخلص فيزا عام ذاك لو في فلوس جدوكم على فلوس فما فلوس حاسين بالنسبة كمان هذه فولي معناها انت تنجم تخرج تعمل كيس وتخرج على روحك 200 دونتيست عندك الدبلوم تاعك فما عباد ما يعملش لازم تاع وقتها يعدي ريزيدا هنا نحن عندنا ريزيدا هنا مشوار برشوار مش اوبليغاتوري تختار معناها تحب تولي سبيسياليست في حاجه بالنسبه للسبيسياليتي فما شتى سبيسياليتي هي بطبيعتها دونتير تحسها سبيسياليتي اما فيها دي سبيسياليتي هي بيها ثم مثلا ODF هي اللي زافاري يقول لكم هذيك سبيسياليتي تعملها في تونس معناها البراتيك نتاعها 100% سبيسياليتي بالنسبه للاخرين الكل اللي نجم نعملهم شيروجي بيكال يعني تسمي شيروجي بيكال اسمها سبيسياليتي بالنسبة للبروتيز كونجوانت اوسي ترسيس معناها الاخر كل نجم يعملوا ميديسان دونتيست عادي مالي مالي مش عاجبك حسن بعد ما تكمل السبيسياليتي بتاعك اللي هي 3 سنين معناها بعد ريزيدنا 3 ولا 4 فما 3 فما 4 صح تكمل معناها تولي كابل تولي ميديسان دونتيست سبيسياليست كون كذا تعمل تيز تاعك وتخرج محبب بالنسبه للافاق اللي ما حكوش عليهم الجماعه نتاعي يعني نحن عندنا شويه بالنسبه للدبلوم تاعنا مش مستعفي به هذا خلينا نقولوا بلور معناها حتى فلورو نحن اما تنجم تمشي تخدم في الخليج تنجم تمشي تخدم في موريتانيا هي لحظة توضيح موريتانيا فيها برشا فلوس أكثر من تونس فلوس حتى الدوبل موريتانيا والمغرب وتخدم فيهم بالنسبة للدول الأخرين ماذا بيك إذا كان باش تخرج وتعمل سبيسياليتي في تونس على خاطر باش يطلب عليك إكيفالونس غادي وتعاود تعمل سبيسياليتي في مول جديد معناها اللي باش يعمل سبيسياليتي في تونس باش يبقى في تونس وإذا باش يولي قاري وإذا معناها يولي بروفيسور في الحاجة هذيك إتسيتيرا بالنسبة للفلوس معناها كلنا مش دونتيست عارفين الفلوس راهو لازم برسمي برشا 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 فلوس راهو فما ماتريال
اللي هو مريض 30 مليون اللي حكيت لكم عليهم الاولانيين على 75 اعطوهم الماتريال الكل حاضر باش يخدموا بها عويلهم الكل. نحن الماتريال نشوف اول عام على الاقل تصرف في المرفوض برك على الستور تاع الصابون السكينه تاع الصابون تشريها سبيسيال ب 10000 باش تفهم واحد. بعد تدخل باش تعمل اوسي وكونجوانت وكذا وليفريز ويدور يدوروا مازال كيما التربيه معناها مازال هذيك هي في الشروع حاسين بالنسبة لو باش تعدوا أي من باش يحكي لكم الإكسبيريونس نتاعو مع الريون انتجراسيون كذا هو زميلنا دونتيل.